يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري، وده من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات صباح الخير يا مصر، حلقة أول أيام السنة الجديدة 2023 1 يناير. كل سنة وحضراتكم بخير وبصحة وسلامة، ويا رب تكون سنة خير على الكل وتحققوا فيها كل اللي بتتمنوه. صباح الخير يا بسنت. صباح الخير عليك يا عبد الصمد، كل سنة وانت طيب وجميع المشاهدين بألف خير يا رب. سنة جديدة النهاردة، يوم واحد في الشهر، أول يوم في السنة الجديدة 2023. بنودع عام مضى بكل بقى ما فيه، كل حاجة حصلت السنة اللي فاتت، بحزن بفرح بنجاح بسقوط بكل حاجة عدت، بنودع السنة دي، بنستقبل سنة جديدة وبأمنيات جديدة وبالدعاء كده كتير إنه إن شاء الله يا رب السنة دي تبقى أحسن علينا كلنا. وفي نهاية السنة اللي فاتت أو امبارح يعني، كل الناس وكل الدنيا احتفلت أو بتحتفل بمرور بقدوم العام اللي جاي، وكل الناس ليها بقى حاجاتها وطقوسها الخاصة. في اللي بيحب يقعد في البيت، في اللي بيحب يخرج، في اللي بيحب يتفرج، في اللي بيحب يسافر. كل دول العالم احتفلت امبارح، شفنا تايم سكوير في أمريكا، شفنا برج القاهرة هنا في القاهرة، شفنا برج خليفة في دبي، شفنا العالم كله بيحتفل بقدوم السنة الجديدة. ويمكن كل واحد فينا زي ما قلت حضراتكم ليه طقوسه الخاصة بيه، ففي ناس ممكن تحب تتفرج على التلفزيون وتشوف العالم وهو بيحتفل، وفي ناس ممكن ان هي تشوف الفيلم الشهير اللي هو هوم ألون وتقعد بكوباية السحلب كده قدام التلفزيون. ايا كانت الطريقة اللي انت قضيت بيها راس السنة او احتفلت بيها راس السنة، فهي اكيد اكيد حاجة مميزة ليك، واكيد انت انبسطت بيها، لانه مش مهم ايه اللي حصل على قد ما مهم احساسك انت بانه سنة كده جديدة بفرحتها بكل حاجة فيها، وانه بنتمنى فيها انه يا رب ان شاء الله ان شاء الله السنة الجديدة تكون حلوة جدا. قضيت فين راس السنة؟ احكي لنا عن ذكرياتك معاها، ده سؤالنا اللي موجود على صفحاتنا على السوشيال ميديا واللي هنستعرض اجاباتكم فيها خلال الحلقة. لكن متحمسة جدا اعرف من احمد عبد الصمد عمل ايه امبارح، قضى فين راس السنة وذكرياته كمان مع راس السنة. ايه طب يا بسنت احكي، ما عملتش حاجة شكلك. لا بص، انا عندي عادة يعني أشبه ما يكون بسنة، لازم عندي رأس السنة أقضيه، يبقى بالنسبة لي هو فاميلي داي. بالنسبة لي يوم بتتجمع فيه الأسرة، بيتجمع فيه إخواتي والدي ووالدتي وكلنا بنتجمع في البيت، هو يوم مقدس كده بالنسبة لنا. فاكرة يوم الجمعة زمان اللي الناس كلها كانت لقانا احنا لازم عندنا كده يوم يعني رأس السنة تحديدا يعني. وإن كان السنة دي كان مختلف شوية علشان يعني قضيته مع خطيبتي شوية بقى. ده كان الفرق، ده الله يبارك، ده كان الفرق في يعني رأس السنة السنة دي يعني. لكن لو بتكلم على الطقوس وذكرياتي مع النيو يير تحديدا، فأنا متعود زي ما أنت ما قلتي الهوم ألون، فيلم هوم ألون، أول ما يبقى في رأس سنة في طقوس كده، الميموري بتشتغل والذكريات بتشتغل، وبنتفرج عليه كل مرة كأننا بنتفرج عليه لأول مرة. الفشار مش سحلب، ما انت قلتي سحلب، لا مفيش سحلب، هو فشار وشوية تسالي بقى مكسرات كده، الكلام ده اللي انت عارفاه، لب سوداني، ونقعد نتفرج على هوم ألون لحد ما تيجي الساعة 12 ونبتدي نقول للبعض كل سنة وانتم طيبين. هو ده بالنسبة لي يعني ليلة النيو يير أو ليلة رأس السنة. انت بالنسبة لك قضيتي اليوم ازاي؟ الحقيقة أنا بحب جدا، عارف إن المرة دي الموضوع عندك المفروض يبقى مميز، مختلف شوية يعني، عروسة جديدة أيوه. السنة دي يمكن قضيته بشكل مختلف شوية، لكن أنا يمكن كل سنة كان عندي اللي هو الحماس بتاع أنا عايزة أعمل حاجة مختلفة، أنا عايزة أسافر، أنا عايزة أشوف ناس، الحاجات دي كلها. بس بقالي كام سنة بحب أعمل زيك شوية، أحب أن أنا أقضي مع عيلتي، أحب أن أنا أقضي مع صحابي، وحسيت بإحساس مختلف أنه بجد بجد حلو جدا أنك تقضي السنة الجديدة مع عيلتك وتصلي لك كده ركعتين شكر أن الحمد لله السنة اللي فاتت عدت على خير، ربنا ستر فيها، وأنه بنتمنى السنة الجديدة أنه إن شاء الله يا رب ربنا يرزقنا بكل حاجة كويسة فيها. السنة دي قضيتها مع جوزي وأصدقائنا، وكانت يعني لطيفة شوية، كانت قاعدة يعني بسيطه جدا جدا، واتفرجنا على التلفزيون. عيدا عن الزحمه، عارفه هي دي يعني بالزبط. انا وانا في الطريق امبارح كان كميه الزحمه اللي موجوده علشان الناس سيرا على الاقدام نازله تحتفل ونازله ان هي تتبسط، بس في عندنا بعض العادات لازم ان احنا نحاول نتخلص منها. ما عنديش مشكله ان انت تتبسط، ما عنديش مشكله ان انت تحتفل، لكن
ابعد عن الطرق الرئيسيه، مش لازم ان احنا نحتفل وسط العربيات في الشارع يعني نعيق الحركه المروريه الى حد ما. ما عندناش مشكله ان انت يعني في اماكن عامه، في متنزهات تقدر ان انت تقعد وتحتفل فيها، في حدائق عامه تقدر ان انت تحتفل فيها. وبالمناسبه كان اغلبها امبارح في القاهره كانوا عاملين احتفالات وعاملين شجره النيو يير، وفيها حاجات مبهجه. ليه نطلع على الشارع ونسيب الحاجات دي؟ يعني هي دي فكرة. عشان كده أنا ما بحبش بصراحة اللي أنا أطلع أصلاً برا البيت، يعني بحب في البيت عشان ما فيش زحمة. عارف اللي ساعد كمان الناس يمكن إن هم ينزلوا الشارع، بغض النظر إنه أكيد إحنا متفقين إنه ما ينفعش إن هم يعيقوا حركة السير، إنه الجو كان حلو جداً حتى في محافظات كلها في الحقيقة كان الجو فيها حلو جداً، حتى محافظة الإسكندرية اللي دلوقتي المفروض ناوي راس السنة، لكن الجو فيها كان السمكة صافية والجو فيها كان حلو قوي. فيمكن ده ساعد إن الناس تستقبل العام الجديد كده بفرحة يعني، وينزلوا الشوارع. يا رب يديم الفرحة علينا يا رب. يا رب يا رب. طب ذكرياتك بقى يعني احكي لنا، يعني انت كل سنه هو كل سنه نفس الكوبي بيست، هو هو نفس وانت الموضوع صغير بكرره. يمكن وانت اصغر شويه، وانا صغير. بصي وانا صغير قوي مش فاكر، بس انا اوعى اول ما كان فيلم هوم الون لسه طالع ترند بالنسبه للناس كلها، كان لازم عندنا نفس الفكره، كان انا واخويا الكبير واخويا الصغير بنقعد لازم نتفرج على الفيلم ده. وكنا نتخانق بقى مين اللي هيبقى اقرب من الشاشه، عارفه اللي هو كاننا قاعدين في سينما يعني. لكن هو هو نفس الموضوع ما بيكررش. اعتقد ما شفتش فيلم يعني مناسب للاجواء بتاعه راس السنه حتى الان أكتر. زي صح. الفيلم ده بصراحه صح. وبيفكرنا بيه وذكرياته حلوه قوي معايا. صحيح. ده حقيقي. انت ما فيش ذكريات غير عندي يعني ذكريات. احتفلتي ازاي؟ عرفنا ذكرياتك بقى. ذكرياتي لا، انا كنت يمكن زمان شويه وانا اصغر شويه كنت بحب اخرج بقى. انت لسه صغيره يا بسنت. كنت يعني كنت بحب اخرج اكتر، وكنت بحب اشوف الاحتفالات عامله ازاي، لكن كنت بنبسط زي ما قضيت في البيت، يعني زي ما كنت بقضيه مع اهلي واصحابي وكده في البيت، لانه زي ما انت قلت الدنيا بتبقى زحمه شويه. لكن بحب كمان انه بما اني ما سافرتش اشوف اتفرج على التلفزيون واشوف كده الدنيا حصل فيها ايه بره، احتفلوا ازاي هنا في القاهره يمكن وفي المحافظات المصريه كمان الناس احتفلت ازاي، بحب اشوف ده جدا. احنا كمان متحمسين قوي ان احنا نعرف من حضراتكم قضيتوا فين راس السنه، واحكوا لنا كمان عن ذكرياتكم معاها. ده سؤالنا اللي موجود على صفحاتنا على فيسبوك، مستنيين اجاباتكم اللي هنستعرضها النهارده ان شاء الله في خلال الحلقه. كل سنه وحضراتكم بالف خير، ويا رب السنه دي تبقى سنه سعيده علينا كلنا يا رب وعلى مصر باذن الله. اهلا بيكم في حلقه جديده من صباح الخير يا مصر، بنصبح لحضراتكم.